السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. بينما يعيش اليمنيون ظرفا استثنائيا وفي زمن أحوج ما يكونون فيه لوقفة أخوية إنسانية اعتبارا لأواصر الأخوة والجوار، تتوالى القرارات السعودية الخاصة بالتوطين والسعودة وتأنيث الوظائف بشكل لا يراعي الوضع الراهن في اليمن والمغترب اليمني في المملكة العربية السعودية. فبعد توطين قطاعات الاتصالات والتعليم والصحة والتأمين والبنوك والنقل في وقت سابق، تجري الآن سعودة قطاع التجزئة الذي يعمل فيه آلاف المغتربين من اليمنيين. قرارات التوطين أو السعودة تأتي بحسب مسؤولين سعوديين في سياق تطبيق رؤية عام 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكن اليمنيين يأملون تفهم المملكة للوضع الراهن ومعاناة إخوتهم المغتربين الذين يعيلون مئات الآلاف من الأسر في الداخل، لا سيما وأن المملكة لا تزال تقود تحالفا عربيا لاستعادة الشرعية في اليمن ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية وتجنيب تكرار هذه المشاهد للمغترب اليمني كما في هذه الصورة. هيا دولة عبد ربه على الشرعية تمام، حبنا مرحل لنا من المملكة. شوف الأطفال، شوف الحريم، شوف الأطفال، شوف الحريم، شوفوا شوف العوالي، شوفوا انظروا، احنا في الباص الترحيل، انظروا شوفوا كم ضحايا من الناس. دولة عبد ربه ما تكلم فيها. في الاتجاه المقابل تبدو الحكومة اليمنية كالمتفرج العاجز أو اللامبالي، بينما يواجه عشرات الآلاف من اليمنيين المغتربين مخاوف الترحيل وانقطاع مصادر الرزق. ما يرجوه المغترب اليمني اليوم أن تتواصل الحكومة اليمنية والشرعية مع قيادة المملكة العربية السعودية لاستثناء المغترب اليمني من هذه الإجراءات، لعلها تساهم بصورة مباشرة في الحفاظ على الاقتصاد اليمني من الانهيار الذي دعمته المملكة ب2 مليار دولار تفاديا لانهياره. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش تأثير إجراءات سعودة الوظائف وتوطينها على وضع المغتربين اليمنيين والحلول المفترض توافرها لمنع التداعيات المحتملة. في هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب، سيكون معنا عبر السكايب من اسطنبول النائب البرلماني الأستاذ شوق القاضي عضو مجلس النواب، وكذلك سيكون معنا من جدة الناشط والمهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف، ومن جدة أيضا أو من الرياض المغترب خالد الصنوي. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع البرلماني الأستاذ شوقي القاضي عبر السكايب من اسطنبول. مساء الخير أستاذ شوقي. مساء الفل أخي بشير، ولك وللسيد يعني السادة والسيدات المشاهدين، أهلا بك أستاذ شوقي، وللمغتربين الذين يعانون الآن في كل مكان. مرحبا بك أستاذ شوقي. كيف تتابع التوطين والسعودة للوظائف في المملكة العربية السعودية وأثرها على المغترب اليمني، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن؟ أتابعها بكثير من الوجع وكثير من الاستغراب. الوجع على هذه الظروف التي يعاني منها المغتربون في كل البلدان وخاصة في المملكة العربية السعودية، كون العدد الأكبر من المغتربين ومن اللاجئين في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن المعاناة ظهرت كبيرة ويعني قاسية. لا أدري بالضبط يا أخي الكريم لصالح من هذه الحملة الظالمة والإجراءات غير الطبيعية ضد المغتربين في هذه المرحلة الحساسة جدا. هذه الكل يعرف إن المغتربين هم أهم مصادر إيرادات اليمن واليمنيين، كون كل مغترب في المملكة العربية السعودية أو دول الخليج لا يقل عن كفالة يعني شخصين أو ثلاثة في اليمن، ومن ثم فإن أهم الإيرادات التي يعيش عليها اليمنيون اليوم في هذه الظروف من الحرب والمأساة والدمار هي إيرادات وتحويلات المغتربين. وبالتالي لا أدري المؤامرة ضد من بالضبط،
ضد اليمنيين، ضد الشرعية. الأمر الثاني، هذا الترحيل وبهذه الطريقة يحرم الكثير من هؤلاء المغتربين من حقوقهم. نحن نعرف إن هذا الترحيل عشوائي مهما قيل. هناك نعم حالات ربما مخالفة، وهناك حالات ربما يعني هناك مبرر لاتخاذ بعض الإجراءات ضدها، لكن هناك مئات الحالات وأضعاف الحالات من الحالات التي للأسف ترحل دون حقوق. نعم أستاذ شوقي، ربما فقدنا السكايب يا أستاذ شوقي، لكن بالتأكيد سنعود له. نرحب أيضا الآن بالناشط والمهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف. مساء الخير أستاذ سلمان. سلمان الشريف، طيب إذا إلى أن تجهز الاتصالات وإذا نتصل بسلمان الشريف ويعود إلينا. سلمان تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك يا أستاذ بشير، ومساء الخير على البرلمان المخضرم الأستاذ القدير شوق القاضي، وعلى أيضا من سيشترك معك من الرياض، وتحياتي مرة أخرى أكررها إلى قناة بلقيس بهذه اللفتة الإنسانية التي لم يسبق أن التفت لها قناة أخرى ونقلت معاناتنا وأوصلت أصواتنا كما فعلت قناة بلقيس، فلكم كل الشكر والتقدير أخي وكل طاقم العمل العامل. مرحبا بك أستاذ سلمان. في البداية يعني كانت هناك ربما قرارات سابقة شملت العديد من الوظائف وتم سعودتها، الآن بدأت بسعودة الوظائف التي خاصة بالتجزئة والمحلات يعني ربما العطورات أو الملابس أو ما شابه ذلك، كيف سينعكس هذا أيضا سعودة هذه الوظائف على وجه التحديد على المغترب اليمني الذي ربما شريحة واسعة من اليمنيين يشتغلون في هذه المهن؟ أخي الكريم، طبعا هنا تنقسم القرارات إلى عدة أقسام. القرار الأول هو السعودة. السعودة يا أخي الكريم هو أن يكون كان في البداية شخص مقابل 9 أجانب يعملون في نفس المؤسسة، ثم عاد شخص مقابل 4 أجانب كي يصيروا 5 داخل المؤسسة. الآن الشيء اللي هو الصعب جدا اللي هو ما يسمى بالتوطين. التوطين يا أخي الكريم هو استبدال السعوديين بدل الأجانب في الوظائف. طبعا المغترب اليمني المقيم في المملكة لا يعترض على قوانين المملكة جملة وتفصيلا، ولهم كل الحق في أي إجراء يقوموا فيه. فلذلك إذا عملنا مقارنة كما ذكرت أنا سالفا في عدة لقاءات ما بين الجالية اليمنية والجالية الأخرى، هنا ما يفرق علينا وما يفرق بيننا ونحن والجالية هذا أن لهم وطن آمن لديهم اقتصاد متزن، هذا الذي يفرق. فلذلك القرارات التي ستأتي الآن، في البداية أتت القرارات اللي هي توطين الاتصالات، ثم الذهب، الخضار، المستلزمات النسائية والمولات. الآن هنالك 12 مهنة يعمل فيها مجمل اليمنيين في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، أيضا محلات السيارات والدراجات النارية، محلات الأثاث المنزلية والمكتبية الجاهزة، محلات الأواني المنزلية، محلات الساعات، محلات النظارات، محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وفي محلات الأجهزات والمعدات الطبية، محلات الحلويات، قطاع غيار السيارات، مواد البناء والإعمار، وأيضا محلات السجاد بكافة أنواعها والمفروشات. فهذه ستكون الضربة القاسية التي ستقسم ظهر المغترب اليمني في ظل الظروف الصعبة. ويعلم إخواننا في المملكة العربية السعودية أن أغلب من يعمل في هذه المجالات هم الجالية اليمنية، فلذلك ما نطلبه احنا من حكومة المملكة العربية السعودية، وانا اجزم انا وكل المغتربين اليمنيين ان املنا بعد الله سبحانه وتعالى في حكومة خادم الحرمين الشريفين مؤمل فيهم الخير، بينما لا نرجو الخير من حكومتنا نهائيا، حكومتنا التي تخلت علينا او تخلت مننا، ولا يوجد اي شخص يتحمل المسؤولية بالجانب اليمني لانهم هم ليسوا اجدر بان يتحمل المسؤولية. لا يوجد من يطلع يتكلم في اسمنا، ولا يوجد شخص ينقل معاناتنا، ولا يوجد مسؤول صادق يذهب إلى الجانب السعودي ويضع ملف المغتربين الذي وراءهم الحرب والمعاناة والركود الاقتصادي والاختلال الأمني وبلد شبه جمرة من نار. فلا أعتقد أن هذه الحكومة الآن باتت تمثلنا، وأكثر ما رأينا في عينا وما وضح للعيان الأحداث الأخيرة في عدن فبيّنت لنا، ولكن بيّنت لنا أن حكومتنا ليس بيدها أي شيء، وهم يسعون وراء المناصب ووراء المكاسب ووراء توظيف أولادهم وامتلاك العقارات في الخارج.
أملاً الأخير في الدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي يوجه الرسالة عبر منبر قناة بلقيس، الرجل الذي ما زال يحمل العلم الجمهوري وما زال صمام أمان هذه الدولة، يعني أتمنى منه أن يعيد تغريدة كما غرد وكما أرسل رسالة في دعم الريال اليمني، أن يدعم المغترب اليمني، والمغترب اليمني هو والريال اليمني جزءان لا يتجزأ من بعض، إذا انهار المغترب فينهار الريال، وإذا انهار الريال فالمغترب منهار. نعم، طيب سلمان اسمح لي أعود للأستاذ شوقي لأنه انقطع به الاتصال، بالتأكيد أنت ستكون معنا. أستاذ شوقي الآن تسمعني بوضوح؟ نعم. مرحبا بك من جديد أستاذ شوقي. إذن ربما كما سمعت الأخ سلمان الشريف يتحدث بحرقة عن الضرر المباشر الذي سيطال المغترب اليمني إذا ما تم فعلا تطبيق هذا القرار ببقية المهن الأخرى التي ستمس بالدرجة الأساسية من المغتربين في المملكة العربية السعودية هم اليمنيين لأنهم يشتغلون بهذا القطاع بصورة مباشرة. الآن تحدثنا أستاذ شوقي، ربما أنت طلعت معنا في حلقات سابقة وتحدث الكثير وعملنا حلقات كثيرة، لكن لم نجد تحرك جاد من قبل الحكومة الشرعية، من قبل الرئاسة، من قبل الخارجية اليمنية، يعني تذهب إلى المملكة تطرح الوضع اليمني علهم يعملوا استثناءات اليمنيين، لماذا؟ أخي الكريم، هناك تقصير واضح لا يمكن لأحد أن ينكره أو ربما يغض الطرف عنه. أنا لا أدري بالضبط ما هي مهام وزارة شؤون المغتربين ولماذا عليها وزير، ولهذا أطالب بتحويل هذه الوزارة إلى هيئة من الهيئات أو مكتب من مكاتب وزارة الخارجية، هذا أولا، حتى لا نحمل الدولة في هذه الظروف تكاليف وزارة بمرتب وزير و إمكانيات وزارة كاملة. ثانيا، كم مرة لو سألنا هذا السؤال الآن، كم مرة اجتمع معالي وزير المغتربين أو معالي وزير الخارجية بأي جالية من الجاليات وفي أي دولة؟ زياراتهم دائما ربما زيارات اختطاف لحضور مؤتمرات أو فعاليات، بالتالي لا تقوم هذه الوزارات فيما يتعلق بالمغتربين لا بشيء يذكر مطلقا. أتمنى الآن على سبيل المثال تداركا لأحوال المغتربين في الدول الأخرى، أتمنى من الأخوين الكريمين معالي وزير الخارجية ومعالي وزير المغتربين أن يتكرما ويتفضلا ويتحننا، لن أخاطبهما بمعايير المسؤولية، بزيارة الجاليات وزيارة الحكومات لفتح آفاق للمغتربين. المغتربون يعانون في المملكة العربية السعودية نعم كثيرا، وكذلك في الدول الأخرى يعانون، ومن ثم لو أن هذين الوزيرين تواصلا مع حكومات ومع وزارات معنية في دول أخرى لفتح آفاق جديدة فيما يتعلق بالإقامات، فيما يتعلق بالتطبيب، فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق بالعمل إلى غير ذلك، مع شكرنا لبعض الدول التي الأمور فيها أفضل. ولهذا هذه الحكومة للأسف تحتاج إلى كثير من التفعيل والتنشيط، لا أدري. وهنا أنبه إلى أن الذين أعاقوا إعادة البرلمان وانعقاداته وجلساته إنما يستهدفون دوره في هذه المسارات المختلة. نعم، يعني أنتم كان لكم دور أستاذ شوقي، كان لكم دور مباشر، وتحدثت في حلقات سابقة معنا بأنكم رفعتم مذكرة لولي العهد السعودي عندما التقيتم به من أجل عمل حل لهؤلاء المغتربين والعمالة اليمنية في السعودية، هل لمستم تجاوب؟ هل هناك من يعني رجع صدى لهذه المذكرة ووقوفكم مع المغتربين أنتم كبرلمانيين؟ أخي الكريم، يقولون دائما مع الاستمرار يقطع الحبل الحجر، لو أن هناك تواصل مستمر ومتنوع مع قيادة المملكة العربية السعودية لآتت كثيرا من ثمارها. نعم هناك صعوبة نظرا لطبيعة الأنظمة الملكية، الأنظمة الملكية تقوم على أن رأس الهرم هو يعني المتصدر لكل قرارات الدولة، ويحتاج كل الوزراء وتحتاج كل الهيئات إلى ضوء أخضر منه مباشرة، هذه طبيعة الأنظمة الملكية، وبالتالي نحتاج كثيرا إلى جهد. الأمر الآخر وهو مهم، لو أن هذا الملف تبنته الحكومة رسميا لأن فيه خطورة، أنا سأعيد بعض النقاط التي لا أدري وصلت أو انقطع الخط حينها. نعم، هذه الإجراءات وفي مثل هذه الظروف فيها خطورة شديدة جدا، أولا على عهد
المملكة العربية السعودية ودول التحالف في إسقاط الانتعادة في الدولة، لأن هذه القرارات إنما تحشد لصالح الحوثيين. أعطيك مثلاً الآن، الترحيل الذي يتم إلى أين يتم بالضبط؟ ثلاث خيارات: إما أن يتم إلى مأرب، ومأرب مدينة صغيرة لا تتحمل كل هذه الأعداد، بنيتها وخدماتها لا تستوعب مثل هذه الأعداد، ومن ثم يهدد الأمن ويهدد الاستقرار ويهدد يعني التعايش المجتمعي في مأرب بسبب أعداد تتدفق عليها وبنية تحتية متواضعة وأمن ربما يحتاج إلى كثير من التعزيز، ومن ثم فيه خطورة. أو أنهم يرحلوا إلى مناطق الحوثيين والإنقلابيين، ومن ثم تستغل احتقانهم. الذي يرحل لا يخرج مطلقاً يشكر السعودية، يخرج منتقم انتقاماً من السعودية والتحالف والشرعية، ومن ثم يسهل استقطابهم إلى صفوف الإنقلابيين ومليشياتهم. الخيار الثالث للأسف عدن والمحافظات الأخرى الجنوبية مغلقة في وجوه كثير من هؤلاء، ومن ثم لابد من الانتباه. هناك خطورة أخرى أيضا مهمة، الآن بدأت الأصوات ترتفع جدا في شتم التحالف والتشكيك بنواياه. إذن لصالح من هذه الإجراءات؟ والله العظيم أني أقول سواء شعروا أو لم يشعروا، قصدوا أو لم يقصدوا، كل هذه الإجراءات ضد المغتربين إنما هي لمصلحة الحوثيين والإنقلابيين وميليشياتهم بصورة أو بأخرى. نعم، طيب أعود لسلمان الشريف. سلمان، وصلتنا العديد من الرسائل، منها صوتية ومنها مسجلة بالصوت والصورة، عن ربما وصول يعني الشرطاء السعودية إلى أماكن العمال وأخذهم إلى الاحتجاز، ومنهم معرضين الآن للترحيل في وقت يصل مندوب القنصلية أو السفارة ولا يقدم شيء لهؤلاء، ولا رغم أن هؤلاء دخلوا بطريقة رسمية وبصورة رسمية ويعملون في المهن التي دخلوا من أجلها. ضعنا بصورة مفصلة عن حال هؤلاء الذين ربما أصبحوا الآن في الاحتجاز ومعرضين للترحيل. أستاذي الكريم، طبعا أكثر ممن الآن هم موجودين في الشميسي هم من الآن من تضرروا من الحملات التي طالت كل من يعملوا في محلات الخضار. محلات الخضار سعودت سابقا وتم غض النظر عنها وعاد يعمل فيها الأجانب، لذلك مثل هذه الإجراءات عندما تتخذها حكومة المملكة تقوم بإرسال رسائل إلى ملحقية شؤون المغتربين، وملحقية شؤون المغتربين في السفارة والقنصلية يعرفون ذلك. فمن المفروض أن يجب أن كان المغترب اليمني إنه كان نبه مثل هؤلاء العمالة، هم يعملون في عند كفلائهم على نفس المهنة بنفس العمل. مشكلته أن القطاع سعود سابقا وغض النظر عنه، وباليوم الثاني أتت حملة وأخذتهم. مثل هؤلاء الناس وصلوا إلى سجن الترحيل، لا وجود لحكومة تابع بعدهم أيضا. لذلك يأتي مندوب السفارة يوقع على وثائق سفر اضطرارية. مثل هذه الوثائق هذه يا أستاذ الكريم لا تعطى إلا لمن هم مجهودين الهوية، بما أن أي مغترب دخل المملكة بطريقة نظامية ويحمل جواز نظامي، وأيضا من هم يحملون هوية زائر الآن أصبح لديهم جوازات مسجلات بالنظام السعودي. يا أخي الكريم، عندما تشاهد الفيديو بالمغترب اليمني يستغيث بالحكومة اليمنية ويقول أين أنت يا عبد ربه، وأين أنتم يا حكومة الشرعية، وهو ينظر بعينين باهتتين، ينظر إلى مستقبله الذي سيصل إليه، سيصل إلى يد الميليشيات الانقلابية، فهم يقدموننا كطبق على طبق من ذهب لمثل هذه الميليشيات. يا رفضوا فينا الجبهات أو إن هذه الميليشيات ستعتقل من تعتقل ممن عارضوهم ومن وقفوا مع صف المملكة. لذلك يا أخي الكريم، من المفروض أنه أقل شيء يتم إعطاءهم مهلة، أقل شيء لتعديل المهن. الآن المهن يا أخي الكريم موقف تعديل المهن، على سبيل المثال مثل هذا بائع في محل خضار أو أي مهنة سعودت، من المفروض أنه يؤدي مهنته ويبحث عن أمل آخر يعمل من خلاله يقيد أسرته، ولا يتم الزج بالسجن والترحيل. الآن عندما يتكلم السفير محمد آل جابر والذي نوجه له رسالة بالتدخل في موضوع المغتربين فهو صاحب اليد البيضاء دائما، يقول أن حكومة المملكة سترفض اليمن 20,000 تأشيرة. نحن لسنا بحاجة 20,000 تأشيرة لدخول 20,000 مغترب جديد يعانوا ما نعانوا. نحن نطالب بتصحيح وضع لنا بالنظر إلينا أقل شيء حتى تستقر وضع اليمن. نحن نقولها بالفم المليان أن القرارات هذه تستهدف اليمنيين بشكل تام. القرارات هذه يا أخي الكريم
نحن لا نعترض عليها ولا المغترب اليمني يعترض عليها وهي عين الاعتبار، لكن الوضع لا يسمح لنا بالعودة إلى الوطن، لا وجود اقتصاد ولا وجود أمن ولا وجود كما ذكر ضيفك الكريم. إلى أين يذهبوا؟ إلى مأرب المدينة الضيقة التي أصبحت فيها المعيشة صعبة جدا، أو إلى مناطق الإنقلابيين كي يستخدمونا وقود ويرفدون الجبهات بالقوة، وليس بالأمر السهل. يا أخي الكريم، المغترب محتاج إلى من يتكلم عنه بجدية، محتاج إلى مسؤول يحمل الأمانة في ظل الوضع الراهن، وسنحمل له الجميع هذا ما حيينا. محتاج إلى منقذ يحمل الملف هذا ويخاطب حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأنا أجزم وعلى يقين أن حكومة المملكة متعاونة. يا أستاذ بشير، حكومة المملكة قدمت رؤوس وجناجم معنا، وأصبحنا دمنا واحد في المعركة، ودعمت لوجستيا وعسكريا وماليا دعم سخي جدا. المملكة ليست بعاجزة عن إعطاء اليمنيين وإعطائهم مهلة، وأنا على يقين وأجزم ذلك، لأن المملكة صاحبة اليد السخية امتدادا من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز الأصغر الموظف. ولكن القرارات على الجميع، لكن نطالب السلطات اليمنية بالبحث لنا عن ورقة ويخطفوها من يد المملكة. الورقة هذه تقوم باستثناء المغترب اليمني. نرجوكم، نتوسل إليكم، انقذوا ما بقى من المغتربين، فهم الباقي لإعادة توازن الاقتصاد بالوطن. المغترب هذا الذي يعيل أسر مثل هذا المغترب إلى عادة إلى الوطن، ضاع المعيل وأصبحت الأسرة هذه بلا معيل في ظل توقف الرواتب، في ظل توقف المستحقات، في ظل توقف مقومات الحياة الأساسية. يا أستاذي الكريم. نعم، طيب ابقى معي أستاذ سلمان وأيضا البرلماني الأستاذ شوقي القاضي. سنذهب الآن لمتابعة هذه التصريحات عن انعكاسات توطين الوظائف وسعودتها وانعكاساتها بالصورة المباشرة على المغترب اليمني في المملكة العربية السعودية، ومن ثم نكمل الحديث. التي تجري في الشقيقة المملكة العربية السعودية لا شك أنها ستؤثر على وضع اليمنيين الذين يريدون، لا سيما في هذه الظروف. فنحن نعلم أن كل يمني في المملكة السعودية هو يعول أسرة ويعول مجتمع من بعده، فأظن التوقيت غير مناسب. وأيضا نرجو من أخواننا وأشقائنا في المملكة أن يراعوا هذه الظروف وأن يتيحوا الفرصة وأن يعاملوا اليمنيين معاملة خاصة، لا سيما في ظل الحرب التي الحرب الداخلية في الأساس التي شردت الناس وألجأتهم إلى النزوح وإلى الخروج إلى الدول الجوار للبحث عن العمل. فمحاصرتهم لا شك أنها ستنعكس انعكاس سلبي على العائد المادي وأيضا المعنوي في ظل الظروف هذه التي يمرون بها. اليوم ما يحل بأخواننا وأهالينا المواطنين والمغتربين في الدول الخليجية بشكل عام، وخصوصا في الدول المملكة العربية السعودية التي تم فيها عدم توظيف أخواننا المغتربين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، وهذا يسبب عائق كبير في حق المواطن والمغترب اليمني. نقول المواطن السعودي والمغترب اليمني لهم الحق في الوظيفة، وليس السعودي دون اليمني، لأن هذا يعكس جانب سلبي. القرار الصادر من الحكومة السعودية بسعودة بعض الوظائف وبعض الأعمال سيؤثر تأثير كبير على العمالة اليمنية، وبالذات على اليمنيين العاملين في هذه المجالات، وسيؤثر أيضا اقتصاديا هنا في على أسرهم، بحيث أنه سيقل الدخل في هذه الشريحة. وأعتقد أنه كان قرار غير مدروس وغير صائب. سعودات بعض الوظائف هي قرارات غير أخلاقية، واتخاذها في هكذا ظرف تمر بها اليمن تزيد من سوءتها، حيث وهي تؤثر سلبا على الحالة الاقتصادية لأسر المغتربين. في الجانب السياسي أصبح الموظفون اليمنيون يعيشون ظروف صعبة في دول الخليج بشكل عام وفي السعودية خصوصا. أصبح الموظف اليمني برغم من دراساته العليا وشهاداته الممتازة، لكن يعيش عكس هذا تماما، يعيش مجرد عمل بسيط، وهذا يعكس صورة سلبية على معيشته على حالته المعيشية. لا شك في أن الرؤساء متفقين فيما بينهم، لكن هذا لا يجدو نفعا من ناحية الموظفون اليمنيون. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وأعود إلى الأستاذ شوقي القاضي عبر السكايب. أستاذ شوقي، من جديد هذه الدعوات والصرخات والمناشدات من قبل المغترب اليمني ومن قبل الكثير من الشخصيات اليمنية التي تقف إلى جانب المغتربين، باعتقادك ألا تصل إلى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية؟
أريد أن أؤكد على معنى طبعاً، وهو أن دعم الشرعية، الوعد الذي قطعته المملكة العربية السعودية ووراءها التحالف، هو أنها ستدعم الشرعية، دعم الشرعية اليمنية. ودعم الشرعية لا يعني استضافة الرئيس وحكومته، مع أنه جزء لا بأس به، لكن هنا طبعاً شيء مثمن ومقدر، لكن أين دعم اللاجئين؟ أين دعم المغتربين؟ أين دعم المواطنين؟ أين دعم اليمنيين؟ الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية مشكورة عليه، لكنه محدود إذا ما ضيق على المغتربين. مع أني لا أحب المقارنات، لكن سأعطيك فقط لا غير، وسأعطي السادة والسيدات المشاهدين نموذج آخر، مع أني لا أحب المقارنات، فلكل دولة ظروفها وسياساتها وأمنها، لكن خذ على سبيل المثال تركيا والسوريين مثل السعودية واليمنيين سواء بسواء، الأعداد تتقارب والظروف السياسية تتقارب والأمن القومي للسعودية ولتركيا يتقارب إلى غير ذلك. نعم نعم أستاذ شوقي، أتمنى أن تصلح هذه الإشكالية من الأستاذ شوقي. وينضم إلينا الآن من؟ خالد السريحي، أيضا مغترب من الرياض. مرحبا بك أستاذ خالد. مرحبا بك أستاذ بشير. خالد الصنوي عفوا، مرحبا بك أخي خالد، أهلا بك أستاذ خالد. أنتم أيضا وضعكم، سمعنا من الأخ سلمان الشريف وهو الآن معنا، الكثير من المعاناة، أنت أيضا كيف تجمل لنا ما تعانوه بسبب هذه الإجراءات التي بدأت تتخذ في سعودة وتوطين العديد من الوظائف التي تعملون بها أنتم بصورة مباشرة؟ طبعا نشكر قناة بلقيس على إتاحة الفرصة لنا بالكلام حول هذا الموضوع. القرارات الأخيرة طبعا، العمالة اليمنية هي الأكثر تضرر من هذه القرارات نتيجة لأسباب كثيرة تراكمية وآخرها ظروف الحرب في اليمن. طبعا أصبح اليمني الآن في المملكة العربية السعودية أمام خيار صعب، أما بالعودة للوطن والبقاء في المملكة أرض الخير للبحث عن عمل جديد لم تشمله هذه القرارات. طبعا القرارات الجديدة فرضت أعباء كثيرة على عاتق المغترب اليمني، منها نقل الكفالة وتغيير المهن وغيرها. الآن المغترب اليمني أصبح في حيرة في من أمره، يعني قلت حيلته، حسب خبراء اقتصاديين طبعا بأن الآلاف أو مئات الآلاف من اليمنيين سيضطرون للعودة إلى الوطن في ظل ظروف اليمن التي لا تخفى على أحد. طبعا يترتب عن هذا القرارات أمور كثيرة جدا، وحسب آخر إحصائية بأن عدد اليمنيين المقيمين في المملكة حوالي 1,600,000 يمني، أصبحوا بين مطرقة القرارات وسندان الحرب الدائرة في اليمن. طبعا في الأخير هي أستاذ بشير قرارات سيادية طبعا تتبناها المملكة العربية السعودية من أجل الدفع باقتصادها إلى مصاف الدول المتقدمة، وهذه قرارات سيادية. اللوم كل اللوم طبعا على الحكومة الشرعية التي لم تفتح قنوات تواصل مع الأشقاء في المملكة من أجل تيسير بعض الأمور أو استثناء المغتربين اليمنيين من بعض القرارات، وآخرها طبعا الرسوم المرافقين الجديدة. نعم طيب خالد، ابقى معي، أعود لي الأخ أو الأستاذ سلمان الشريف الناشط والمهتم بشؤون المغتربين. سلمان، الآن لو يعني حكيت لنا بعض الصور التي تضررت من هذه القرارات وأصبحت الآن يعني قدمت لكم شكاوى، سمعنا الآن هناك حملة في الفيسبوك يعني تبحث عن دعم لهؤلاء المغتربين الذين ربما لم يعودوا يذهبوا إلى أعمالهم خوفا من أن يتم القبض عليهم وترحيلهم. أستاذي الكريم، أنا طبعا اليوم تواصلت معي عائلة من جدة. نعم. تتخيل يا أخي الكريم أن معيلهم الآن في الترحيل، ومندوب السفارة يوقع على ترحيله، وأسرته وأولاده هنا في جدة. تمام، من لهذه الإمرأة ومن لأولادها؟ من المفروض مثل هذه الحالات يذهب المندوب معزز مكرم يحمل وظيفته ومسمها الوظيفي إلى مثل هذه الأقسام للترحيلات، يسأل المغترب يقول له أنت هنا لوحدك أو في معك عائلة أو في معك أولاد؟ أن مثل هذا المغترب يسافر ويترك أولاده وزوجته هنا، هذه كارثة أخرى. تمام، فلذلك أنا تكلمت مرارا وتكرارا، قالوا لا يوجد قانون أن مثل هذه الحالات يتم
ترحيلها بالوثائق ما وثائق. فلذلك أنا أتكلم عندما يدخل المغترب هذا بشكل نظامي يتم ترحيله بشكل نظامي، كما دخل بشكل محترم يخرج بشكل محترم ولا يدخل. كما شاهدنا بالفيديو الباص يكتظ باليمنيين المرحلين، أقل شيء نترحل بكرامة يا أخي الكريم. فلما أين دور السفارة في مثل هذه الأشياء؟ المعاناة كثيرة، لكن عندما يبالغ البعض أن كثير من المغتربين لا يجدون ما يأكلون، البلد هذه فيها خير والحمد لله. أنا أنوه أن هنالك الكثير من المغتربين الموجودون في العزب ليس لديهم رسوم التجديد ولا يمتلكون التجديد. أيضا اتصلت في أسرة آخر شخص لديه أولاد ومرافقين طلع عليها المبلغ أكثر من 38,000. الرجل هذا يريد الذهاب لليمن خروج نهائي، ملزم أن يسدد هذا المبلغ. يقول أنا أعمل ب 2500 ريال، علي إيجار بيت 18,000، عندي مدارس، عندي أسرة، من أين أدفع المبلغ هذا كي أخرج؟ أقل شيء أقول المبلغ هذا عشان أخرج. أنا لو عندي المبلغ هذا بأروح أستثمر باب لي منزل في اليمن، أفتح لي باب رزق جديد. أتمنى أن الإنسانية تحتم علينا أن المغترب اليمني يدفع إلى آخر ريال عشان يخرج خالي اليدين كما دخل المملكة. فالأمر هذا أعتقد أنه أمر مأساوي وأمر مهين لنا كيمنيين. أتمنى من حكومتنا إذا كان هنالك حكومة وفيها ذرة كرام وفيها ذرة تقوى أن تلتفت لمثل هذه الحالات. الآن يتم ترحيل اليمنيين ومن لديهم عوائل هنا، أتمنى ترحيل إذا كان الشخص هذا مذنب يتم ترحيله مع عائلته، لا يتركون الشخص هذا وعائلته كي تذوق عائلته المارين هنا في بلد الغربة لا يجدون أحد. والبعض مغلق يا أستاذ بشير على أولاده وزوجته، والآن هو موقف بالترحيل، فيتوسل إلى الناس أن يأتوا يأخذوا مفتاح الشقة كي يدخلوا ويدخلوا طعام لأولاده. فلذلك عندما ننتقد السفارة وننتقد العاملين عليها، ننتقد الوزارة، ننتقد العاملين على الوزارة، ننتقد الحكومة اليمنية، يتحملونا ولا يزعلوا مننا، لأن هذا واجبهم، وهم وجدوا بالوظائف هذه كي يلبوا طلباتنا وهم يستلموا رواتبهم، ليس مثل الموجودين في اليمن اللي هم الآن لهم سنة وشوي بدون رواتب. هادو بيستلموا رواتبهم بالدولار يا أستاذ بشير، أقل شيء يا أخي يحللوا الفلوس هذه ويعملوا بجد. أين دور الإعلام؟ أين دور ملحقية الإعلام التي توصل للمغتربين أول بأول؟ أين دور ملحقية شؤون المغتربين الذي توصل لها الرسائل من حكومة السعودية وتنبه أن هنالك قطاعات معودة؟ لماذا لا يفتحوا نوافذ يا أخ بشير مع المغتربين اليمنيين؟ ما أكثر صفحاتهم، عندما تفتح صفحاتهم تجد السفير الفلاني التقى بوزير وسفير جزر الواق واق. لا نريد مثل هذه الأخبار، نريد من يهتم لقضية المغترب، نريد من يوصل لنا الكلمة أن هذه المهن صعودت. يا جماعة الخير حاولوا تجدوا أعمال بديلة، يطالب لنا بتعديل مهن كي من تضرر من هذه الأعمال أو من العمال القطاع التي استوطنت أو صعودت أو أنفت كي يجد مكان يعمل فيه ويعيش أسرته. اتقوا الله يا أخي وارحمونا يا أخي، الناس تعبت يا أخي، تعبنا في الوطن وتعبنا خارج الوطن يا أخي، والله العظيم في شيء حرام يا أخي اللي يحصل لنا، اللي يحصل لنا حرام يا أخي. في وضع الآن الجمهورية اليمنية مغلقة من جميع الاتجاهات، لا نستطيع السفر إلى أي دولة، وما لدينا إلا جحيم الميليشيات نتذوقه ونذوق مرارته غصبا عننا إذا تم عودتنا إلى اليمن. أتمنى النظر في مثل هذا الموضوع، هذا موضوع إنساني يا أستاذ بشير، موضوع إنساني بغاية الأهمية. مثل هذه الأسر لو رحلت إلى اليمن ستحصل كارثة وستعود مأساة حرب الخليج أو أزمة الخليج السابقة إلى اليمن، وتتفاقم الأوضاع وسنجد الناس يأكلون من الزبالة، ونحن نشوف الآن حالات الناس يدوخوا في الشوارع من الجوع. فإذا كان بعد الله سبحانه وتعالى يا أخي المغترب هذا، ما لنا غير الله سبحانه وتعالى إذا لم حكومتنا تعلينا أي اعتبار أو تولينا أي اهتمام. وإن الله سائل كل راء عما استرعاه الله، حفظ ذلك أم ضيعه، ومسؤول الرجل عن أهل بيته، فكم بمن ولاهم الله أمر المسلمين، من ولاهم الله أمرنا يا أخي، تعبنا يا أخي تعبنا. نعم 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 أخي سلمان، يعني لا أجد أي كلمات تعليق عن مقدار الألم الذي ربما أنت عكسته، وهناك يعني قصص وآلام كبيرة يتجرعها المغترب اليمني في المملكة العربية السعودية وينتظرهم. والله ما فيها مبالغة، إنه كلام وحق، ومن يريد أن يريد من المسؤولين أن نطلعه على مثل هذه الحالات، أنا لدي الاستعداد التام. نحن لا نحاربهم، نحن مستعدين نضع يدنا في يدهم، مستعدين نسكت أفواهنا إذا وجد مسؤول يتكلم عننا بأمانة، وجد مسؤول يخاطب الجهات المعنية. طيب، في هذا الوقت نحن سنصمت كما يلومون الكثير ويقولون. طيب سلمان، نعم تتكلموا عن المغترب. نعم اسمح لي سلمان، أعود لي الأستاذ شوقي القاضي. أستاذ شوقي، انقطع بك الاتصال وأنت كنت تذكر نقاطا مهمة وتضع فيها مقارنة والتزام المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية، وهناك يعني أكمل حديثك بالصورة التي يعني تريد، تفضل. قلت يا أخي الكريم، مع أني لا أحب المقارنة، إلا أن ظروف اليمنيين في السعودية مثل ظروف السوريين في تركيا، وظروف تدخل تركيا في سوريا هي نفس ظروف
تدخل المملكة العربية السعودية لحماية أمنها القومي في اليمن، يعني بالحدود اليمنية. ومن ثم انظر إلى الفارق تماماً كيف تعاملت، وأنا هنا كما قلت لكل دولة سياستها وطريقتها، ولكن عار أن لا يوجد الحد الأدنى لليمنيين في المملكة العربية السعودية من الاستثناءات مثل التي وجدها الإخوة السوريون في تركيا. يا أخي الكريم، السوريون في تركيا مستثنون 100% في موضوع إقامة العمل. يحق للسوري أن يعمل في أي مكان في تركيا، في أي مدينة، في أي محافظة، في أي جهاز، في أي مؤسسة، في أي عمل، بلا أي يعني عوائق، بلا إقامة عمل. انظر، بلا إقامة عمل. الأمر الثاني، كل المستشفيات الحكومية وكل المدارس تعامل هكذا بقرارات، تعامل السوريين مثل ما تعامل الأتراك. يعني تأمل إلى أي، لماذا؟ لأن دعم تركيا، هكذا هي ترى أن دعم تركيا للثورة للسوريين إنما يعني في البداية وفي المقدمة دعم اللاجئين في بلادها، في أرضها. إخواننا في المملكة العربية السعودية يعني مشكورين، هم تدخلوا، لكنني أقول هكذا بوضوح إن هذه الإجراءات ضد المغتربين إنما هو نكث للعهد والعقد والالتزام في دعم الشرعية اليمنية. لأنني أكرر بأن دعم الشرعية اليمنية لا يعني فقط استضافة الرئيس والوزراء، وإنما يعني دعم واستضافة واستثناءات. يا إخواننا، يا أيها الملك سلمان، يا ولي العهد، عار والله عار أن يوجد في بلدك أطفال لليمنيين لا يتلقون التعليم، مع أن التعليم حق من الحقوق العالمية للأطفال. للأسف الأخ وزير الخارجية يبشرنا في أحد منشوراته بأنه وبعد جهود وبعد محاولات أثمرت. انظروا إلى أين أثمرت. أثمرت بقبول الأطفال اليمنيين في المدارس الخاصة على نفقتهم الخاصة. عار والله على نفقتهم. أتدري ماذا على نفقته يا وزير الخارجية؟ معناها أن كل ولي أمر يتحمل عن كل طفل في مدرسة أهلية خاصة في السعودية ما لا يقل عن 1500 ريال شهرياً. من أين سيأتي بها هذا المغترب الملاحق الذي فرضت عليه رسوم؟ عار يا إخواننا، يا أيها الملك سلمان، يا ولي العهد محمد بن سلمان، عار والله عار عليك وأنتم على رأس دولة فيها الحرمان الشريفان. عار أن توجد حوامل لا يستطيعن أن يضعن وأن يلدن إلا بما يقارب 20 و30 و40 ألف ريال سعودي. عار أن يوجد يمنيون الآن مخبئين في بيوتهم من الحملات الظالمة، يموتون يعني يتضورون جوعاً. وأنا هنا أشيد بالحملة، حملة اليمنيين فيما بينهم في موضوع حملة التضامن في موضوع الوجبات المجانية، لكنها في نفس الوقت عار في جبين قيادة المملكة العربية السعودية. أما قل عن شرعيتنا فحدث ولا حرج. نعم، ولهذا والله عار، والله عار. طيب استاذ شوقي، اسمح لي الان وايضا الاخ سلمان والاخ خالد، نذهب الان لمتابعه ماده معلوماتيه اعدها الزميل وديع عطاء عن اثر هذه القرارات وكيف ستمس المغترب اليمني في السعوديه، ومن ثم نكمل النقاش. ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، ولم يتبقى إلا الدقائق الأخيرة من البرنامج. أعود إلى الأخ خالد السريحي. أستاذ خالد أو الصنوي، يعني في نص دقيقة رسالة أخيرة منك تفضل. طبعا الأستاذ سلمان الشريف طرح نقاط مهمة جدا، ولكن تعقيبا على كلام الأستاذ شوقي القاضي، طبعا نحن استقدمنا عائلنا بتأشيرات عائلية وأولادنا يدرسون في المدارس الحكومية. طبعا هناك كثير من الأمور المبالغ فيها. الشيء اللي نود أن نتكلم عنه، نحن لا نلوم القرارات السيادية للمملكة العربية السعودية، اللوم كل اللوم على الوزارات اليمنية القائمة على هذا الشأن. مثلا وزارة شؤون المغتربين دورها مغيب تماما، وزارة الخارجية دورها مغيب تماما، القنصليات والملحقيات الإعلامية والثقافية وغيره وغيره مغيبة تماما. فأنا أقول لك أن البلاد ما يزال فيها خير، ولكن على القنوات، على الحكومة الشرعية أن تفتح قنوات تواصل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية. نعم أخي خالد. ومن ينكر فضل المملكة العربية السعودية، أنا أقول بأنه واحد السعودية. طيب وضحت هذه الفكرة أخي خالد، أشكرك جزيل الشكر لضيق الوقت. شكرا لك، وأعود للأخ سلمان الشريف أيضا في دقيقة. سلمان الكلمة الأخيرة تفضل. طبعا تعقيبا على كلام الاخ والاستاذ شوقي القاضي، هو من تم ايقافهم من التعليم هم المستجدين الجدد والاولين يدرسون زي ما هم. اما بالنسبه للمستشفيات، طبعا من هو زياره عائليه او هويه زائر لا يمكن الدخول الى المستشفيات الخاصه. وانا حاله ولاد دفعت فيها 12,000 فوق ذلك حبا للمملكه، اسميت ولدي محمد بن سلمان حبا لولي العهد. اتمنى ان هذا الاسم يعود بعائد على اليمنيين. الموضوع الثاني، انا اتمنى من حكومه المملكه العربيه السعوديه وقوه التحالف ان ارادت اعاده الامل لليمن، لا تعد لنا الامل الا بالمغتربين، فهم الركيزه الاساسيه للامل. ونحن لا نعترض على قوانين وقرارات المملكه جمله وتفصيلا، لكن هنالك جانب انساني بحكم الظروف التي تمر اليمن. نعم. واتمنى ان يعذرونا اذا قصونا قليلا. اشكرك جزيل الشكر الناشط والمهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف، وعوده اخيره ايضا للاستاذ البرلماني شوقي القاضي. الكلمه الاخيره استاذ شوقي ايضا لك تفضل. اخيرا اقول اليمنيون يمرون بظروف استثنائيه يعلمها الجميع، فلا بد من قرارات سعوديه استثنائيه. ثانيا، لا بد الان من 3 إجراءات عاجله حتى نعالج كل وضع اليمن. اولا، يا إخواننا في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في قيادتها، أنفذوا وعدكم بإنهاء الانقلاب فستحل كثير من القضايا. 2، ارفعوا وصايات البعض عن محافظة عدن ومكنوا للشرعية ومؤسساتها في أن تعود، فإنها ربما تحل جزءا من المشكلة. 3، تعاونوا في تحرير محافظة تعز، فإنها حاضنة اليمن واليمنيين. أكرر وأعيد، اليمن يمر بظرف استثنائي، لا بد من قرارات استثنائية من الإخوة في المملكة العربية السعودية في التعامل مع اليمنيين. لا بد من احتوائهم، من استيعابهم، لا بد من أن يكون التعليم مجانا والصحة مجانا، وأن يمكن اليمنيون من العمل بلا إقامة. طيب. عمل أسوة بكثير من الدول. طيب أستاذ شوقي أيضا، لو تدخل في 20 ثانية، لو تدخل الرئيس عبد ربه منصور هادي شخصيا مع الملك، هل تعتقد ستنجح هذه الوساطة لاستثناء اليمنيين؟ بالتأكيد يا أخي، لكنها عن إذنك، ما لم يستوعب إخواننا في المملكة العربية السعودية وبالتحديد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان أن اليمنيين يحتاجون إلى قرارات استثنائية، فإن كل المحاولات ستكون محدودة. أشكرك جزيل الشكر البرلماني الأستاذ شوقي القاضي، والشكر أيضا لخالد الصنوي الناشط من المملكة العربية السعودية، وكذلك لسلمان الشريف الناشط والمهتم بشؤون المغتربين. تقبلوا تحية في هذه الحلقة، معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا وأيضا الزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.